ومن المرسل فشين ميم من الدوحة يقول: نحن خمسة أبناء شبان وثلاث بنات، أربعة من الشباب متزوجون ويعملون في وظائف متوسطة الحال، واثنتان من البنات تعملان أيضا في وظائف متوسطة الحال وغير متزوجتين، والشاب الخامس والبنت الثالثة بلغوا من العمر 30 ولم بلغ من العمر 30 ولم يتزوجا ولا يعملان لسبب سوء الحال، علما بأنهم أنهما جامعيان وذوى مؤهلات جيدة. وماتت والدتي وتركت الكثير من المال والذهب والملابس، فهل لنا فيه حق؟ علما بأن والدي أخذ كل شيء. لا طبعا لهم في حق، يعني الوالد اللي هو يعني زوج الأم، يعني بالنسبة للأم أمهم هو زوجها، الزوج ليس له إلا الربع، لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين، فالزوج له الربع، أما الثلاثة أرباع فهو للأولاد، فالأب هذا لا يجوز له أن يأخذ من مال أولاده أكثر من التركة زوجته المتوفاة، خصوصا ان الاولاد يعني حالتهم في متوسطة الحال، ومنهم من لم يتزوج بعد، فالواجب على الاب ان يعطي كل ذي حق حقه ويرعى حدود القرآن، شدد في امر الايه الميراث، ربنا قال ده النص وده الربع وده الثمن وده السدس وده له ما يوصيكم الله في اولادكم من الذكر مثل حظ الانثيين والى الاخره، وبعدين قال تلك حدود الله، الأنصبة ديت كما وزع الله تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. شوف اللي بيقف عند حدود الله في المواريث له جنة تجري تحت الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز، ومن يعص الله ورسوله يتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فالأمر مشدد فيه، لا يجوز للإنسان أن يأكل حق غيره ولو كان هؤلاء الأولاد، إلا إذا هم تنازلوا له يعني بنصيب أنفسهم، إنما يبدو أنهم لم يتنازلوا له وأنه ليس في حاجة إلى هذا المال. سؤال